سبق مساء التحديات، مساء الثنايا، مساء الكل الذي يبحث عن الذهب. اذا بسم الله وعلى بركته دائما وابدا تعلن الانطلاقة باندفاع هذه اللحظات الجميلة والمثيرة والقوية على ارضية هذا الميدان. في ظل هذا الحضور الكريم والتشريف السامي على ارضية هذا الميدان بمتابعة هذه الرياضة العربية الأصيلة هنا في موقع أحداث رياضة الأصالة والتراث، تشريف سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه، وكذلك حضور وتشريف سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي الرياضي الشامل داعم الأصالة والتراث والماضي. نرحب بكل الحضور الكريم من يتواجد في هذا المكان ليعلن أيضا مع هذه اللحظات بداية شرارة المنافسة في أقوى الأشواط وأقوى الكؤوس، كأس الكؤوس الذي خصص لسن الثنايا 8 كيلومترات. رقص الكبار هنا يتجدد مع هذه المسافة التي لا يعرفها سوى الخبراء والعارفين ببواطن الأمور في عالم الأصايل الساحر. البداية والصدارة والانطلاق والمسير مع الانطلاقات التي تعبر وترغب بالفوز، الفوز بهذه الكأس. الناوية هي اللي على المركز الأول لمحمد بن سلطان بن مرخان في الصدارة في التحدي في الانطلاق على ثاني المراكز. هناك المتواجدة الدوحة في المركز الثاني، الرياضية في المركز الثاني، هناك السيف بن أحمد بن خادم الرميثي وفي المركز الثالث، هنا صحو على المركز الثالث علي بن حمودة بن علي الظاهري المركز الرابع. انتقلنا مباشرة إلى رابع المراكز وغارة سيف بن محمد بن زايد الخيارين القادم مع المركز الخامس. 5 مراكز اذا مشاهدينا متابعينا الكرام مع هذه الانطلاق. اذا هنا التواصل مع هذه الانطلاقة، هنا العودة مشاهدينا متابعينا الكرام مع المراكز الأولى، تحدياتنا الأولى، انطلاقاتنا التي تسير. الناوية اللي على المركز الأول، الناوية ناوية والنية واضحة وباينة، ومحمد بن سلطان بن مرخان صاحب المضمرين يقتحم العالم الكبير، عالم الكبار بتواجد الناوية في هذا الشوط والمقدمة والصدارة. المركز الثاني صحو على المركز الثاني، اسم عملاق آخر أيضا يتواجد في هذه الكأس هنا لعلي بن حمودة بن علي الظاهري. أما المركز الثالث التدخل من ريمه على المركز الثالث لسيد عبد الله سعيد بن عبد الله الظاهري هي اللي تحتل المركز الثالث ورابع المراكز. نعود هناك مع المركز الرابع غارة السيد سيف بن محمد بن زايد الخيارين، وهنا على المركز الخامس التواصل الذي يأتي من انطلاقة شرايين لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان في تقدمه إلى المراكز الأولى والانطلاقات الأولى. ما شاء الله 5 مراكز هي حدود النداء، والكل هنا يتواجد في هذه الدائرة، دائرة 5 المراكز الأولى لتسير الأمور. تعلن التحديات بتواجد هذه الأنواع الجميلة وهذه المنافسات القوية والتحديات التي تقودها الناوية. يا سلام يا الناوية، النية واضحة هناك في هذه اللحظات. بدأ مع اللقاية وتغنى مع اللقاية، وهنا مع الثنايا أيضا يفرز اسما آخر، يأتي بنوع آخر، يأتي بالناوية لتكون على قمة الصراع ومن أقوى المرشحات.
في هذا الشوط وفي هذا التحدي وفي هذا التنافس. هناك العاصمة على المركز الثاني، وصل واحد من يعشق الكبار والرقصة مع الكبار، برنس المضمرين جار الله بن محمد بن عقيل المري، ما شاء الله بالفعل داخل بالعاصمة وغيرها في هذا الشوط، واللي انتقلت ايضا بتنافس القوة والاثارة وجاوزت المركز الاول، تطاولت هناك واستقرت على مقدمة هذا الشوط من البداية مع هذه التحركات المثيرة والتحركات التي لابد ان يكون لها العنوان الكبير. المركز الثاني الناوية على ثاني المراكز للسيد محمد بن سلطان بن مرخان صاحب المضمرين في متابعة في تقديم الناوية. والمركز الثالث تحدي من ريم سعيد بن عبد الله الظاهري على المركز الثالث، منافسة قوية وتحديات مثيرة وانطلاقات ما شاء الله. المركز الرابع صحو على مركزنا الرابع، والجو صحو وما شاء الله التحدي رياضي 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 وصحو، علي بن حمودة بن علي الظاهري، وهنا الشرايين وصلت الشرايين تغذي ايضا هنا اصالة هذه الاشواط، تغذي الكاس الاولى، تغذي انطلاقات هذا الشعار المتميز لسعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان الذي اعلن تواجده دائما في انطلاقة هذه اللحظة وانطلاقة التحديات. ما شاء الله كل الامور هنا تسير الى المقدمة، ولكن تغيير على خامس المراكز، تغيير وتبديل هنا التي وصلت في هذه اللحظة. غادة لسعد بن طالب بن شريم المري جاء بهذه الجميلة، أوصل هذه الجميلة إلى المركز. يا سلام يا سلام يا سلام، تغييرات المركز الخامس أصبح صراع فردي عليه، أصبح صراع فردي، هناك دخول آخر وانطلاق آخر وتحدي من غارة سيف بن محمد بن زايد الخيارين. بالفعل بالفعل الغارة من أول 4 كيلومترات من أول تحديات، الكاس هناك، الكاس يفكر فيها الجميع، الكاس كاس الكؤوس الذي حير الرؤوس وأعلن انطلاق هذه اللحظات الجميلة هنا بتواصل هذا الشوط. ما شاء الله الكيلومتر الخامس يبدأ الأبواب وتبدأ أيضا التحديات من خلاله هنا بظهور هذه الأسماء، والصمود للعاصمة، العاصمة اللي على المركز الأول على الانطلاق الأول على قمة هرم عمالقة الكبار في هذه الكأس الغالية، العاصمة جار الله بن محمد بن عقيل المري من الشحانية قادم هناك ممثلا لهذا الشعار وأيضا متحديا بهذا الشعار مع عمالقة المضمرين والمتحدين. المركز الثاني الصعب هو صعب، صعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان مع الناوية، الاسم في نية وهو صعب، يا سلام، وإذا كانت النية صعبة فمن يستطيع التحرش بها. هناك على المركز الثالث انطلاقة المركز الثالث، وصلت غادة على المركز الثالث، الله الله الله، سعد بن طالب بن شريف المري، شعار جميل، شعار يشاركنا لأول مرة وما شاء الله. أشكرك، الاسم غادة والشعار جميل، بالفعل مسمى كل حنان وكل قوة وكل إثارة. بمضمر بسم الله عليك، أكيد سعد بن طالب بن شريف المري، أرى هناك هجوم واقتحام وعبور أيضا لحواجز الصوت والحواجز الموجودة هنا مع هذه اللحظة. غلا سيف بن محمد بن زايد الخيارين، واحد من الأسماء المرشحة القوية في هذا التحدي، المركز الرابع، شرايين على رابع المراكز هناك، نعود ولكن تغيير هنا على المركز الرابع، وتدخل من عوايد
عوايد بن محمد وسلطان بمرخان تأتي هنا لتكون مع العوايد لتعلن انطلاقات العوايد على المركز الخامس. شرايين على المركز الخامس، سعادة الفريق مصبح بن راشد الفتان. الله 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 الله، شرايين وعوايد وغلا، وهنا الناوية والمقدمة بالعاصمة، خمسة مراكز وخمسة أسماء عملاقة ما شاء الله. الله 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 الله، القوة الإثارة. الموقع الآن يا مشاهدين يا متابعين أيضا تحديات 1800 متر. الله يعين اللي على المركز الأول من كان كان، هناك المقدمة والصدارة وكل الأسماء، كل الأسماء. الهجوم ثم الهجوم بدأ الآن، بدأت القمة، بدأت الصراعات، بدأت التحديات، بدأت المنافسة، بدأ الكل هنا يتابع تحديات هذا الشوط. ما شاء الله غلا 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 غلا، هي غالية غلا غلا على المركز الأول. سيف محمد بن زايد الخيارين، الله، واحد من ممثلي الشحانية المتميزين. الله، المركز الثاني العاصمة، جار الله بن محمد بن عقيل المري على المركز الثاني، وهنا الصعب يأتي بانطلاقة ويأتي بتحدي، يأتي بمنافسة، يأتي بتحديات أخرى. هنا نزاعة، سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، ما شاء الله الخيارين إخوان يتواجدون هنا، يريدون الكأس، الكل يريد الكأس، الكل يريد التحدي، الكل يريد المنافسة. هناك على المركز، على المركز الرابع عوايد، عوايد على رابع المراكز، محمد بن سلطان بن مرخان. والو الو يا مضمرين، الو الكيلومتر، الكيلومتر الاخير، الو يا العاصمه، الو يا غلا، الو الو. هناك اشوف المقدمه، الصداره، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. البرنس البرنس، ولكن الصعب، تحذر يا البرنس، تحذر يا البرنس. العاصمه هي العاصمه، ما احلى العاصمه، ما احلى التحدي. وغلا هنا على المركز الثاني. الله 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 الله، التحديات التحديات قامت هنا وقعدت، ما شاء الله. الكل يستاهل الكاس، الكل يستاهل الكاس. غلا على المقدمه، غلا على المقدمه. سيف بن محمد بن زايد الخيارين، والمنافس الصعب، المنافس الصعب مع عوايد محمد بن سلطان بن مرخان. الله الله، بقول سلام الشحانية، بقول سلام مرغم، بقول سلام مرغم، هلو مرغم، هلو جود ايفنينج مرغم، سلام مرغم، سلام مرغم، سالها. الله 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 الله، سلامي يا مرغم، سلام، سلامي يا صعب، سلام سلام. اسعد الله مساكم اهالي مرغم، ما شاء الله تبارك الله، هذا الاداء الجميل. الكاس هناك، الذهب في مرغم، مذهب الصدارة. صاحب المضمرين يا اخي يستحق الكاس، كاس الكؤوس هناك بالذهب في مرغم المدينة، المنطقة الجميلة. مرغم مرغم، تحية تحية. عوايد عوايد عوايد، وخط النهاية يقف احتراما وتحية. المرموم 2010 يسلم هنا مع هذه اللحظات على عوايد. المركز الثاني ايضا ناوي الى سيد محمد بن سلطان بن مرخان. المركز الثالث غلا، سيد بن محمد بن زايد الخيارين. المركز الرابع العاصمه، جار الله بن محمد بن عقيل. والمركز الخامس نزاعه، سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. ما شاء الله تبارك الله. الكاس، اهالي مرغم سعدوا، اهالي مرغم ارتاحوا، اهالي مرغم تابعوا، وما شاء الله وغنوا بعد اليوم. الله 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 الله، الو صاحت الارقام هنا في مرغم. الله الله الله، هي مرغم مرغم مرغم، هي هي التي جاءت بعوايد وقدمت عوايد. تهانينا والناموس لسيد محمد بن سلطان بن مرخان. 12 دقيقة 32 ثانية، ثلاثة من الاجزاء من الثاني الصعب مع الكاسين، كاس اللقاية وكاس الثنايا. ما احلى هذه اللحظة، ما أحلى هذه الفرحة، ما أحلى هذه التهنئة. أكبر تهنئة تتلقاها هنا من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله في تواجده الكريم وتشريفه لهذا الميدان في يوم هنا عشق الجميع الانطلاقات. أيضا المركز الثاني سجل 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 تحت أقدامي الناوية، ما شاء الله
تبارك الله، يحق لك الفرحة، يحق لك الفوز، يحق لك الانتصار. وافرح يا بن مرخان، وافرح يا هالي مرغم، ويانا على الهواء مباشر مباشر نحن معكم هنا من تحفة ميادين السباقات. يا سلام يا سلام يا سلام. الو مرغم الو، روح مع الرقص، روح خلك في الفورمة، غني في هذا الشوط. الكل الكل يا سلام، حتى مكالمة خاصة من دبي ريسنج مثل ما يقول مفارس ما شاء الله عبر الأقمار الصناعية. الله الله، الكل هني، كل السكان هنا يقدمون التحية هنا لهذا المالكي الصعبي، مالكي عوايد بفوزه الكبير، بإنجازه المميز، بتحديه مع انطلاقة هذه اللحظات حيث تفوقت هذه البكرة عوايد لمحمد بن سلطان بن مرخان واستحقت الفوز.